السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في حلقة اليوم سنتحدث عن تحديد الأذن اليمنى في لغة بايثون. يوجد مثلا عندنا صورة بها الأذن اليمنى، كيف يمكن أن نحدد هذه الأذن باستخدام كود بايثون؟ قبل أن نبدأ بنستخدم التيرمينال، وطبعا بنكتب هنا pip install ونكتب open cd-python ونضغط مفتاح ادخال انتر لكي يتم انزالها وتشغيلها وتثبيتها على الجهاز. لكن بالنسبة لي هنا هي سبق تركيبها، فلا يوجد داعي ان اعملها انستولينج مرة اخرى. تاني مهمة ان هسيب لك الرابط ده، بنستخدم المكتبة اللي من خلالها بنحدد الأذن اليمنى، والملف ده طبعا ملف XML كما هو واضح مكتوب هنا رايت إير الأذن اليمنى. بسيب لك الرابط ده إن شاء الله سأضعه في وصف الفيديو. بتقوم بتحديده وكليك يمين رايت كليك وتاخد كوبي وتفتح مستعرض الإنترنت، وهنا في اليو ار ال تضغط كليك يمين وتستخدم بيست اند جو، بيفتح لك الملف رو، كليك يمين وتضغط سيف از، وبتختار ملف المشروع هنا البروجكت، تشوف المكان بتاعه اللوكيشن بتاعه، بتجد الاسم هنا هار كاسكيد ام سي اس رايت اير، الملف طبعا نوع اكس ام ال، بتستخدم سيف هنا احفظ. بنقفل المستعرض، بتجد الملف عندك هنا في المشروع تم انزاله هنا في الفولدر الخاص بالمشروع. طبعا احنا هنستخدم ده في المكتبة دلوقتي. تبدأ في كتابة الاكواد هنا. اول حاجة بتعمل import للكمبيوتر فيجن في السطر الاول. في السطر الثاني بتستخدم متغير هنا اسمه image، انت بتعمله اختار اي متغير براحتك، وبتقرأ الصورة اللي انا وضعها هنا اسمها ear، والصورة من نوع جافا جي. في السطر اللي بعده line 3 بتستخدم هنا بتفتح متغير اسمه classifier، علشان نستخدم المكتبة اللي موجودة هنا اللي هي hard cascade mcs right ear، فبتكتبها هنا. طبعا انتداها xml الملف ده، لو وجدت صعوبة في كتابته اضغط كليك يمين واختار رينيم، وبتعمل كليك يمين وتختار كوبي وبتنسخ الاسم هنا رايت كليك كده وبتختار بيست لاصق، فبتلزق هنا، وطبعا بتكتب دوت اكس ام ال عشان اسم الكتب بدقه. السطر اللي بعده هنا بنفتح متغير اسمه بوكسز. بوكسز ده هياخد الكلاسيفاير اللي انا سبق استخدمته او فتحته هنا عملت له كرييتنج في لاين 3. بيعمل ديدكشن مارت سكيل، يعني بيعمل فحص هنا للصوره على مستويات متعدده سواء كبيره سواء صغيره، للمتغير امج اللي ارى هنا في اللاين 2 اللي ارى محتوى الصوره. بعد كده بعمل حلقه تكراريه بنشئ فيها متغير اسمه بوكس بيقرا من بوكسز اللي انا سبق اخدتها قبل كده. بعدها هنا بفتح اربع متغيرات، متغير اكس ومتغير واي وويتس وهايت، بياخد من البوكس اربع قيم، بياخد منه مستوى الاذن بدايتها على الاحداثي العمودي، وايضا بياخد المستوى او بدايه الاذن او منطقه الاذن على المستوى الافقي، بياخد عرض المنطقه وبياخد ارتفاع المنطقه قد ايه. الخطوه اللي بعدها بحدد، طبعا الخطوه اللي فاتت اللي هي في اللاين 6 دي الستارت بوينت، نقطه البدء بالنسبه لمنطقه الاذن. طبعا عايز احدد منطقه النهايه، طبعا باخد القيمه اللي هي على الاحداثي العمودي بضيف لها العرض، وايضا باخد القيمه على المستوى الافقي وبضيف لها الهايت، كده بيحدد ليا الاند بوينت اللي هي اكس 2 واي 2، ودي متغيرات كمان متغيرات بفتحها فضلا عن اربع المتغيرات اللي انا فتحتهم في اللاين 6. بعد كده برسم الريكتانجل مستطيل على الصوره ايمج اللي انا سبق اخدتها هنا، برسم عليها المستطيل، نقطه البدايه بتاعته هي اكس واي اللي هي سبق حددتها هنا، والاند بوينت الخاصه بالريكتانجل اللي انا هرسمه هنا هي اكس 2 واي 2 اللي انا حددتها في اللاين 7. وبعد كده بحدد الالوان هنا،
متاح لك انك تضع ارقام من 0 ل 255 في اي من الثلاث خانات التاليه. لو طبعا قلنا هو بياخد بنظام الالوان البي جي ار، البي جي ار، بي بلو، جي جرين، ار ريد. فلو عايز اي لون، مثلا انا هنا اخترت بي 0 يعني لا تضع لي اللون البلو، هنا اخترت جي جرين يعني اللون الاخضر، خليتها 255 علشان يكثف اللون الاخضر، وهنا عملت اللاين ريد 0 يعني لا تضع لي اللون الاحمر. هنا بنحدد الثيكنس بتاع البوردر لاين اوف ريكتانجل اللي هو لو سمك حجم الخط اللي موجود عندي في السمك كام. ممكن اغير القيمه دي 5 3 2 1 على حسب السمك اللي برغب فيه. بعد كده بعرض الصوره وبكتبها بعنوان مثلا اير ديكشن، وبعرض الصوره ايمج طبعا بعد الخطوه دي بعد ما ارسم عليها ريكتانجل. بعدها بنتظر ضربة مفتاح في اللاين 10 يضرب اي مفتاح لكي ينتقل للخطوة اللاين 11 ويعمل ديستروي الويندوز، يعني يعمل كلوزنج للويندوز المعرض عليها الصورة. طب ننفذ ونشوف، نضغط ران نجد انه فتح الصورة ورسم لي الريكتانجل. طبعا دي الستارت بوينت اللي هي اكس وواي، وطبعا دي الاند بوينت نقطة النهاية اللي كنا بنتكلم عنها ومرسومة على الصورة. ده كان بالنسبة لتحديد الأذن اليمنى على الصورة باستخدام لغة البرمجة بايثون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.